هاي أكلي مصري شعبي وتراثي مشهورة في مصر كتير، حبينا نطرح الفكرة هون ونجرب هالأكلي هون. مكوناتها اللي هي رز بشعيري ومعكروني وعدس حمص وبصل مقلي وصلصة وحمض واللي هو ليمون وتوم. ومن عرباي هون عباب الحديقة العامة في مدينة إدلب، والله في ناس جربتها وعجبتهم هاي الأكلة ونشرناها على النت وصارت تجي العالم تسأل على هاي الأكلة والحمد لله في إقبال عليها كويس.